Fabio Andrea, l'arsitetto Pirlo. Jem sicura Vucinic. Vucinic, ma rog Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, Andrea Pirlo يعمل مراوغة يوسع كورة جول 1-0 ليوفي. كياليني جورجيو كياليني يفتح بوابة التسجيل. يا سلام على اليوفي، ما أكبر اليوفي، ما أعرق اليوفي، تاريخ اسمه اليوفي، ليستوريا هي اليوفنتوس. جورجيو كياليني أعلى من الجميع، يسجل أول هدف للسيزون. الكواريليوني قلب الأسد جورجيو كياليني يطلع ويضرب كورة. شوف أندريا ما كذبش اللي يسميه مهندس، المهندس يهندس كرة الجول. اضرب يا كليني سجل، انت وضميرك، انت وراسيتك، انت وقوتك. ملا أندريا، ملا بيرو على القائم الثاني، وملا ارتقاء ديتانت، ولا أروع من المميز والأميز جورجيو كليني. يرجع من إصابة بعد فترة غياب، بعد فترة حنين، بعد فترة غياب، يرجع ويسجل هدف في 10 دقائق. مباراة متوازنة على مستوى البوسيشن، والكرة تمشي أمزيك زونيغا، زونيغا يلم الكرة، أين التسديد؟ أين التسديد؟ إلى جول! جول 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 جول! أين التسديد؟ بقدم من حديد، هذا هو جديد سان باولو وينر، وينر التركي يسجل، وينر التركي من أصل وسويسري الباسبور، يعطي جواز المرور في الدقيقة 43. الهدف الجديد الأول لنابولي من دقائق ودقائق. نابولي يكسر الحاجز، نابولي يكسر الحاجز النسي الذي أعاقه طويلا. وهنا إنر التسديدة والأروع، مش ممكن يا جي جي، مش ممكن على بوفون. فما تحويل وجهه، فما تحويل وجهه، فما تغيير اتجاه، فما تبديل كرة، فما ضربة راس، ضربة راس من بونوتشي، وجول جول. وريتي ولا أروع من فريق نابولي عن طريق إنر، هدف لهدف.